بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده طبق لحمة كده سهل التحضير، يعني لحمة كده شرايح هنعملها بنفس طريقة الكبدة، وطريقتها حلوة جدا. كده أنا مقطعة ده كده حبايبي نص كيلو لحمة مقطعاه كده شرايح صغيرة نفس الحجم كده اهوت عشان تستوي معايا بسرعة. وهنا بقى هنشوف هنحتاج لإيه. هنحتاج هنا لمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة قرفة صغيرة بحب اللي أنا أضيفها بتدي طعم جميل جدا في اللحمة. وهنا معايا معلقة صغيرة بهارات لحمة، وهنا معايا دي كده معلقة صغيرة ملح وثلاث قرون فلفل رومي مقطعهم شرايح كده، وهنا معايا بصلاية كبيرة يعني مقطعة كده شرايح، ويعني وربع معلقة كده صغيرة ثوم مفروم. بس كده حبايبي. هنا بقى هنحتاج يعني معايا نص لتر مية كده، لأن اللحمة طبعا هتحتاج اللي أنا أزود لها مية عشان إيه تستوي معايا. كده بقى نبدأ ونشوف مع بعض كده هنعمل إيه. أول حاجة اللي أنا هاخد اللحمة ديت مش هضيف لها أي مادة دهنية، يعني عشان أنا اللحمة زي ما احنا شايفين علقوا فيها اللي هي فيه دهنة في قلب اللحمة، فأنا مش عايزاها اللي هي تبقى دسمة جامد ده. فأنا كل بس اللي أنا هعمله اللي أنا هضيف لها يعني زي شوية مية كده بس صغيرين، ربع كوباية كده بس كده. وهولع بقى ايه على النار، اولع عليها بقى على احطها على النار لحد بقى ايه ما تتشوح كده معايا ونكمل مع بعض. كده حبايبي انا ولعت كده على اللحمة كده اهوت عشان تتشوح كده معايا وتبدأ كمان يعني اللي هي بقى ايه يعني تاخد لون كده جميل كده. بعد كده بقى هبدأ اللي انا اضيف عليها بقية المكونات معايا. انا دلوقتي بقى مش هقلبها، هسيبها لحد ما تبدأ اللي هي ايه تتشوح كده من تحت، وبعد كده هديها تقليبة. كده حبايبي زي ما احنا شايفين بدأت كده اللحمة يعني اتشوحت كده معايا، وشايفين لون المية اتغير ازاي. طبعا الدم اللي كان فيها نزل في قلب المية ديت. فانا دلوقتي هعمل ايه، انا هكب المية ديت دلوقتي وارجع دلوقتي اللي انا ايه يعني اغسلها كده غسلة بس تحت الحنفية عشان يعني ما تبقاش فيها اي دم خالص، واتخلص من المية ديت وارجع تاني احطها في الحلة ونرجع مع بعض حبايبي نكمل. كده حبايبي بعد ما كبيت المية من عليها غسلتها كويس تحت الحنفية ورجعتها تاني كده بقى ايه ما بقاش فيها دلوقتي دم خالص ولا مية ولا اي حاجة من اللي احنا شفناه. دلوقتي انا هبدأ اعمل ايه، اضيف بقى عليها البصلاية ديت وحتة التوم الصغيرة. طبعا انا هنا ما بحبش اللي انا اكتر توم، ما اللي حابب ممكن يعني يزود شوية. هبدأ بقى دلوقتي اللي انا ايه اديها تقليبة كده اهوت. طبعا انا لو انت عايزه تحطي عليها في المرحله ديت يعني حته سمنه كده صغيره ممكن تضيفي، بس انا مش عايزه ان انا احط يعني عشان ما تبقاش دسمه جامد. يعني دلوقتي انا هسيبها دلوقتي 5 دقايق كده اهوت، وبعد كده نرجع تاني يعني. وهضيف عليها كمان هضيف عليها اللي هي القرفه وفلفل الاسمر والبهارات اللحمه. انا مش هضيف دلوقتي الملح، الملح هخليه اخر حاجه عشان يعني ما ياخرش كده من تسويه اللحمه معايا. بس كده حبايبي هسيبها بس دلوقتي شويه وبعد كده نرجع تاني يعني. كده حبايبي بعد ما عدى 5 دقايق واللحمه كده شوحتها كده مع البصل شايفين انا ما ضفتش اي ماده دهنيه. دلوقتي بقى انا هبدأ اللي انا اضيف ايه شوية مية حبة صغيرين كده اهوت
بس. وكده انا هنغطي عليها بقى الحلة، وازود بقى ايه يعني، اول المية اللي انا حطيتها ديت ما تبدأ اللي هي تقل، اشوف اللحمة استوت معايا ولا لسه، لو لقيتها لسه ازود شوية كمان، وهغطي الحلة لحد اللحمة ما تستوي معايا. اخر حاجة بقى اللي انا مخليها اللي هو الفلفل الرومي، لسه ما ضفتهوش، عشان يعني الفلفل الرومي بيدبل يعني بسرعة مع اللحمة، يعني بيتهري بسرعة، فانا هنخليه اخر حاجة هو والملح. الملح عشان ما يأخرش تسوية اللحمة، والفلفل علشان يبقى يعني يفضل كده بشكله لما نيجي نقدم اللحمة في الأخير، يعني هخلي الاتنين دول آخر حاجة دلوقتي. بس أنا هغطي عليها بقى دلوقتي وأسيبها كده. حبايبي بعد شوية المية اللي أنا حطيتهم بخره ما، وجاية بشوف اللحمة، لسه اللحمة هتاخد مني سوى ياما، فانا علشان اللحمه تستوي معايا بسرعه طب اعمل ايه؟ هضيف عليها معلقه سكر صغيره، دي طبعا معلومه اللي انت ازاي يعني تخلي اللحمه تستوي معاكي بسرعه. معلقه سكر يا حبايبي هبدا اللي انا اضيفها كده اهوت، وهضيف عليها حبه ميه، يعني حبه ميه كمان كده صغيرين بس كده. دلوقتي بقى ايه هغطي عليها واسيبها بقى ايه لحد ما تستوي معايا، وان شاء الله كده هتستوي بسرعة، لان الطريقة دي انا مجرباها وبتخلي اللحمة يعني اللحمة لو هتاخد منك سوى ياما بتلاقي اللحمة استوت معاك على طول. لا كده حبايبي اللحمة استوت كده معايا خلاص، هبدأ بقى دلوقتي اللي انا اضيف الفلفل. لا هبدأ أضيف اللي هي معلقة ملح كده صغيرة، كده خلاص كده بقى أنا هسيبها بس كده على النار لمدة ايه دقيقة كده بس، وأطفي بقى عليها وأبدأ بقى اللي أنا أقدمها مع الأكل. ممكن بقى اللي انتي ممكن اللي انت بتقدميها لوحديها بتتاكل بعيش مع مخلل وبطاطس محمره، انا هنا هنقدمها مع مكرونه اسباجيتي، وهنقدمها مع بطاطس محمره، وهنشوف مع بعض دلوقتي. كده حبايبي كده ده كده طبق اللحمه، شفتوا الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه، وهنا زي ما شفنا كده انا هنا مقدماه مع مكرونه وبطاطس محمره، وزي ما قلت لكم برضو ممكن تقدميه برضو ممكن مع رز، ممكن يعني يتاكل بعيش كده بمخلل لا كده يعني. فاتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم، وكمان تكونوا استفدتم برضو بالمعلومه اللي هي معلقه السكر كده اللي انت بتضيفيها على اللحمه عشان يعني تخلي اللحمه تسوي معاكي بسرعه. هي ما غيبتش معايا يعني مسافه ربع ساعه كده كانت استوت معايا خلاص وخلصت بسرعه. وكمان لو انت بتسلقي لحمه كمان وبتاخد منك سوى ياما يعني وهتغيب بكذا ساعه، فممكن اللي انت برضو بتضيفي عليها معلقتين سكر كدهوت على في حله الشوربه برضو هتخلي اللحمه تسوي معاكي بسرعه. واهم حاجه الملح ما تضيفيهوش في الاول مع الشوربه، برضو تضيفيه اخر حاجه زي انا ما عملت كده بالظبط، زي انتم ما شفتوني ضفت الملح في الاخر خالص. اتمنى حبايبي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معكم حنان الوراك المنادى وفتحي، يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم يا ريت ان انتم تدعموني بالاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. بحبكم جدا في الله حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.